بداية لا بد من الترحم على شهيد تلكرم وكافة شهداء شعبنا، وأن نحيي أسرانا في انتصارهم على المعركة، ونأمل الفرج القريب لكافة أسرانا والشفاء لجرحانا. إن الإعلان الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بالنسبة لنا كمعلمين لم يأتي بأي شيء جديد مختلف عن ما أعلن من قبل مجلس الوزراء في 6 أو 9 شهور، وللأسف ما نراه فقط هو أن الحكومة تستمر في ممارسة سياسة التضليل لكافة شرائح شعبنا ولأولياء أمورنا ولأبنائنا الطلبة، بأنها تقوم بكل واجباتها تجاه إنهاء هذه الأزمة، وهذا بحسب ما أعلن عنه إبراهيم ملحم. وللأسف لا بد أن نقول بأن هذا الكلام كاذب، إن حتى الآن لم تقم الحكومة بأدنى واجب تجاه إنهاء هذه الأزمة. هناك الحديث عن اجتزاء للراتب لم يتطرق إليه حتى الآن لأكثر من 16 شهر. هناك علاوة غلاء المعيشة التي سلبت منذ العام 2013 ولم يتم الحديث عنها. هناك مستحقات لم يتم الحديث عنها. هناك محور تشريعي قانون حماية المعلم وقانون المهنة لم يتم التطرق إليه. للأسف الحكومة حتى الآن لم تأتي بشيء جديد ولم تقم بأي إجراء من شأنه أن يخفف من هذه الأزمة أو أن يعمل على حلها. ولذلك نحن كمعلم بالنسبة لنا إضرابنا الذي وصل إلى أكثر من 50 يوم، لا نريد أن نعود بحل جزئي، بحل بسيط، حل فتات للأسف، يعني لا يذكر ولا يعتبر كجزء من الحل. نحن لا نريد أن حلول ترقيعية نعود خلال أشهر أو خلال العام القادم إلى إضراب جديد. لذلك سنبقى مستمرين في إضرابنا حتى تنفيذ الاتفاق كاملا بكل جوانبه التشريعية والمالية والنقابية. دون ذلك لن يكون هناك أي حل جذري للمعلمين ولا لأزمة المعلمين. وهنا نقول لأولياء الأمور وللشارع الفلسطيني أنه لا يلتفت إلى هذه الإدعاءات الكاذبة، وأن مطالب المعلمين واضحة وما زالت مسلوبة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بتنفيذها فوراً.